بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السادسة والأخيرة لمادة مبادئ الاقتصاد الجزئي لطلاب المستوى الأول بنظام الساعات المعتمدة باللغة العربية. في المحاضرة دي هنتعرض للفصل السابع، التوازن بين الطلب والعرض. المفروض فيه يتم تحديد سعر السوق، ونتعرف ازاي بيتم تحديد سعر السوق. ده جدول الطلب والعرض في السوق اللي بيتوضح فيه إن الكمية المعروضة والكمية المطلوبة عند ثمن 3 جنيه بيخلي لا يوجد فائض طلب أو فائض عرض، وهنجد إن الفائض صفر. ده رسم بياني بيوضح التوازن بين قوة الطلب وقوة العرض، بيتقابلوا في نقطة التوازن عند الثمن 3. كل تمن أعلى من السعر 3 بيحقق فائض لأن العرض بيكون أكبر من الطلب، وأي تمن أقل من 3 بيحقق عجز لأن الطلب بيكون أكتر من العرض. ده شرح الرسم السابق. تابع شرح الرسم السابق. شرح الرسم. شكرا.